والتوفيق والنجاح أيضا بالامتحان الشفهي in progress. This is the first point. Second point, with respect to our lecture today, اللي هي semi-solid dosage forms. هذا الموضوع درسناه مسبقا وإياكم اللي هو بالثالث بالكورس الثاني المحاضرة الثالثة والرابعة بعد الإيمالشن اللي هي محاضرة سيمي سوليد دوزج فونز وتتممها محاضرة الجيل أي المعلومات اللي ندرسها واللي راح نتطرق لها بهاي المحاضرة أصلا أنتوا عندكم information عنها مسبقا لكن خلال هاي المحاضرة إن شاء الله هي فقط in advance لأن يعني بالثالث توسعت بشرح المحاضرة حتى نعطي information تمهدكم للخامس للصناعية هاي the second point the last point خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى تحددوا لي موعد للمحاضرة هسه هذا الأسبوع أو next week تحددوا لي موعد المحاضرة اللي يوم 13 على ما أعتقد اللي كنتم ما حاضرين فمحاضرة تعويضية ذاك الهاي بس هي خارج المحاضرة يعني خلال هذا الأسبوع ويا حبذا يعني ما سجشن إنه إذا عندكم محاضرات دروس اللي تمتحنون بها شفهي وهي ما تدخل نخلي المحاضرة ضمن هذا التايم على سبيل المثال من 8:30 ل 11:30 أي مادة عندكم تمتحنوها شفهيا وما تدرس خلال هذا الأسبوع ناخذ المحاضرة اللي ما دخلتوا لها هسه هاي الثلاث نقاط بالشرح إن شاء الله خلال هاي المحاضرة أريدكم تركزون يعني على الجزء العملي باعتبار أنه يعني أنتوا كصناعية وعملي يعني مو ذاك الأكسس لللاب يعني بفريكوينتلي فأكو جزء عملي إذا تتذكرون بالثالث من أخذنا سلايدات وهاي السلايدات هي كأنه التبل المختبر وأكو سلسلة من السلايدات اللي تبين لك أنه الطريقة اللي نستخدمها هذا شنو تحضيره هاي الطريقة شنو هذا ليش ضفته هاي تخليها ببالك وبالشرح حتى نفتهمها أكثر هذا بالنسبة اللي أريد أذكره قبل المحاضرة بإذن الله تعالى الكونتنتس للمحاضرة إنه نعرف أريد نتعرف بعد هاي المحاضرة الستودنتس يكون able to learn about what types semi-solid dosage forms شنو types باعتبار أنت بالفارماسي وعندك training على سبيل المثال تريد تعرف البرودكتس اللي متوفرة بالفارماسي اللي هي semi-solid dosage forms أي نوع هذا واحد اثنين الكومبوننتس اللي موجودة هذا البرودكت يقول لي جيل هذا يقول لي بيست هذا يقول لي اوينتمنت اريد اعرف الكومبوننتس اللي ثلاثة الجستيفيكيشن من الفورميليشن الهاي دوزج فوم اريد اعرف شلون تحضرت بعدها من حضرت هاي دوزج فوم شلون اتشيك الكواليتي للبرودكت هذه إن شاء الله نتناولها بس
The recording has started. Dosage forms. مثل ما يوجد solid dosage forms مثل ما يوجد liquid dosage forms أيضا يوجد semi-solid dosage forms. The semi-solid dosage forms هي preparations اللي تمتلك properties in between solid and liquid dosage forms. That means إنه هي لا كلش rigid بحيث تكون solid ولا liquid أي viscous liquid بس more viscous. هاي عرفت إنه ال appearance للsemi solid dosage forms. اثنين إنه ال characteristics اللي تتميز اللي تضمنها هذه dosage forms لها rheological معينة بحيث can be spread easily على the biological membrane وتبقى لفترة من الوقت. حال حال بقية dosage forms قد تضمن semi-solid dosage forms قد تكون medicated or not. وإذا medicated تحتوي لدراج or more. هذا الدرج أما موجود suspended or dissolved. وبالتالي ال purpose للsemi solid dosage forms للlocal or systemic effects. واعتمادا على ال components للsemi solid dosage forms اللي هي ال base قاعد hydrophilic or hydrophobic drug could be loaded بهذه الدوزج فورمز. والبنفيت إلها تقلل لي ال undesirable effects اللي هي arising من ال pre-systemic metabolism. وتقلل لي أيضا ال fluctuations بالدرج concentration. الأنواع اللي تضمن لي semi solid dosage forms هي الأوينتمنتس الكريمز الجيل البيست. الأوينتمنت كل semi solid dosage form لاحظ الترم is synonymously يستخدم ويا semi solid dosage forms لكن الفارماسيتيكال اندستري تقول لا انه الاوينتمنت اي شيء هو هيدروكاربون بيست برودكتس هو اطلق عليه اوينتمنت. لكن الاعم الاغلب الاوينت ويا السمي سوليد دوزج فورمز. الاوينتمنت من تتكون اغلبيتها تتكون من الهيدروفوبيك فيكلز اللي هي البتروليتم بارافين واكسز مينرال اويل. طبعا قد يكون مزيج من المينرال اويل اند بتروليتا وهكذا. الاوينتمنت اللي انا حضرتها هي designed to soften or melt at body temperature وبالتالي spread easily وإلها non gritty feel and smooth. الهيدروفوبيك ointments هي very occlusive وسنتطرق لها للأكلوسيف. أيضا emollient يعني soften skin وبالتالي هي تستخدم للدراي lesions حتى تمنع الوتر لاس. لكن هي stain clothing بسبب
الجريسنس. البرودكتس اللي متوفرة as ointment for example lidocaine ointment, bactroban ointment, هسه انتهيت من الاوينتمنت. Another dosage forms اللي هي ضمن السيمي سوليد dosage forms الكريمز. الكريمز هي emulsion بالاحرى تحتوي لي emulsifying base وتستخدم بالكوزمتي كوزموتولوجي والدرماتولوجيكال تريتمنت. الكريم has good patient acceptability بحيث remove easily and can be safely applied on the skin. إذا تتذكرون الإيمالشن من يتكون؟ يتكون من two phases اللي هو ال external phase وال dispersed phase, يعني oil and water على سبيل المثال. الأويل dispersed with continuous phase اللي هو الwater, ويوجد oil in water, water in oil. الكريم هو emulsion بطبيعة الحال لكن more viscous, واعتمادا على البيس اللي موجودة والcomponents قد يكون aqueous cream وقد يكون oil cream, oil in water and water in oil. ونفس الوضع oil in water الكريم الاويل شي يكون ديسبيرس بالواتر. واذا هذا بالنسبه للاويل ان ووتر, والواتر يعتبر الكونتينوس فيز. الواتر ان اويل كريمز طالما الاكسترنال فيز فيليك ان نيتشر, لكن water in oil creams لها greasy appearance بسبب الاكسترنال فيز هو oil, لكن مع ذلك هي تستخدم للموست moisturizing the skin. مثال لترامسينيلون اسيتونايد كريم, دولنفتيت كريم. اذا هاي البرودكتس اللي متوفره as cream واللي متوفرة as ointment. أعرف الكومبوننتس بصورة عامة. كريم هل هي oil in water or water in oil؟ بالنسبة ointment البيس اللي تكون الباك بون للبرودكت أي نوع؟ البيس another semi solid dosage forms تحتوي لي large proportion من solid products أكثر من 20% or 25%. زين تختلف بالconsistency وبالنتيجة تكون stiffer and thicker, لكن هي بسبب الـ appearance إلها إنه not suitable for application to hairy parts of the body. Example zinc oxide paste الجيل. الجيل يتألف من dispersion للماكرو موليكولز على سبيل المثال بالأكواس ليكويد. أي الأكواس ليكويد vehicle bound with polymeric materials, وهاي بوجود الجيلينج agents يتكون للجيل. الجيل ظاهرياً ليكويد لكن هو هاي systems reveal the appearance and rheological behavior of solids. هسه عرفت السيمي سوليد دوزج فورمز بصورة عامة وعرفت الأنواع اللي متواجدة متمثلة بالأوينتمنت, متمثلة بالكريم, متمثلة بالبيست
والجاز. بالنسبة للسوليد دوزج فورمز، على سبيل المثال تابلت، التابلت التارجت إلها قد يكون الجي اي تي، وبالجي اي تي يصير لها ديس انتجريشن، يصير لها ديسولوشن، ويصير لها ابزوربشن. واما سيستميك او بنفس الجي اي تي تستخدم لوكال تريتمنت. ايضا السيمي سوليد دوزج فورمز لها سبيسيفيك سايت تعمل، انه الغرض منها حتى حصل ثيرابيوتيك افكت ات سبيسيفيك سايت اللي متمثل بالسكن. وهذا اما يكون لوكالي اور سيستميكلي. زين، قسم من البرودكت قد يكون ميديكيتد اور نوت ميديكيتد، قسم يستخدم على السيرفس للسكن، وقسم لا يستخدم التارجت الى للفايبل ابيديرمس. هذا شيء يتطلب بنتريشن للدرج خلال السكن، يروح للديفرنت لايرز او يذهب الى البيركيتينوس ابزوربشن يحصل له وينطيني سيستميك افكت. رغم الكيميكال الكومبلكس ستراكشر للسكن، لكن هذا لا يعني انه لايبوفيليك ما يصير له بنتريشن خلال السكن. تالي يصير له بنتريشن خلال الستراتوم كورنيوم اللي تحتوي لي كيراتينوسايتس، وهاي الستراتوم كورنيوم اللي هي تمثل البيرميابيليتي بارير ممبرين حسب طبيعه الستراكشر الها اللي هي تقريبا كلها ليبيدز، سيرامايدز، كوليسترول، فري فاتي اسيدز. إذن حتى يحصل لي بيركيتينوس ابزوربشن الدراج should be penetrate، يخترق الستراتوم كورنيوم. إذن الدراج هسه البرودكت اللي موجود عندي، البرودكت متمثل بالبيس هيدروكاربون بيس، الدراج موجود بالبيس بالبرودكت. ايش يصير له؟ ديسولوشن، باعتبار احنا ايش قلنا؟ قلنا الاوينتمنت او الاذر سيمي سوليد دوزج فورمز ايش تحتوي لي؟ تحتوي لي هي للميديكيتد بيربس، ايش تحتوي لي؟ اكتيف انجريدينتس اللي هو دراج اور مور. هذا ايش موجود؟ اما ديزولفد اور سسبندد، سسبندد ايش يصير له؟ ديسولوشن. بعدها الدراج ايش يبدي؟ ديفيوجن خلال الفيكلز اللي موجوده بالبرودكت حتى يروح للسكن. بالسكن راح يصير له تو بارتس، اما يروح على الابيديرمال رود او خلال الترانس فوليكولر، وبعدين يروح للسيباشيوس جلاند اذا يختار هذا الباث. وبالتالي شو يصير له؟ بارتيشنينج المن للفايبل ابيديرمس، وبعدين من الديفيوجن، وبعدها يروح للابر ديرمس، ومن ثم للسيستميك سيركوليشن او لا. لكن هذا شيء يمثل لي قياسا للكومبوننتس للسكن، هذا النسبه قليله له، لكن الماجوريتي للبنتريشن والديفيوجن اوف دراج يحصل خلال الترانس ابيديرمال روت، وهذا يروح يتوغل الستراتوم كورنيوم ومن ثم يمر بنفس الخطوات اللي ذكرناها قبل شوي للفايبل ابيديرمس، بعدين ديفيوجن، وللابر ابيديرمس، وللسيستميك سيركوليشن. طالما الستراتوم كورنيوم هي تمثل لي
الميجر بارير للابزوربشن للدرج، اذا اي ديفكت ياثر او خلل ياثر الفانكشن او الستركتشر لهذا اللاير، شو ياثر على الابزوربشن؟ اي انفلاميشن على سبيل المثال او ديزيز معين ياثر على البيركتينس ابزوربشن وبالنتيجه ياثر على البيرميبلتي. ايضا لو على سبيل المثال نزول الستراتم كورنيوم، ايش راح يزداد؟ يزداد الابزوربشن باعتبار الحاجز اللي هو العقبه امام الابزوربشن هو نزال، فبالتالي يزداد الابزوربشن اكثر. بالسوليد دوزج فورمز اذا نريد نعرف الفاكتورز تو ايفالويت الفاكتورز اللي تاثر على البايو افيلابيلتي اوف دريج، على سبيل المثال السوليد دوزج فورم التابلت، ايش اخذ اول واحد؟ الفيزيولوجيكال فاكتورز اللي هي متمثله بوات، انه الجي اي تي، البي اتش، الانزايمز، الموتيليتي، وجود الفود اور نوت، هاي واحد. اثنين لا نفس الفورمولا الفيزيكو كيميكال بروبرتيز للدرج، ايضا بالسمي سوليد دوزج فورمز الفاكتورز اللي تاثر على الديرمال ابزوربشن هي السكن. اي فاكتورز ياثر على السكن كونسيكوينتلي ياثر على الابزوربشن. اثنين الدرج نفسيته متمثلا بالموليكولار ويت، بالميلتينج بوينت، بالسوليبيليتي، بالفيكلز ايضا ياثر، لان هذا راح ياثر على البارتيشنج والديفيوجن. ثلاثه لا الفيكلز نفسها اللي استخدمها بالفورميليشن، هذن ال 3 فاكتورز شود بي كونسيدرد انه من تريد فورميليت سيمي سوليد دوزج فورمز. نجي للسكن ريليتد فاكتورز، قد يزداد الديفيوجن للسم سيمي سوليدز اكثر من 10% because of skin occlusion. هذا الايفكت متمثلا بالتمبريتشر، بالبلد فلو، وبالووتر كونتنت. هاي هسيمها رفرنس واحد. نريد نعرف شنو الاكلوجين. الاكلوجين انه السكين is covered directly or indirectly by impermeable films or substance متمثله بوات diapers, tape, gloves, textile garments, wound dressings. هاي كلها لها occlusive effects. بالاضافه الى هذا بعض التوبيكال فيكلز ايضا لها اكلوزيف افكت، هسه راح ندرسها ان شاء الله. فهذا الاكلوجين ياثر على البيرميابيليتي والابزوربشن مالت الدريج. هسه اذا تلاحظون العباره الاولى هاي من يعني من مصدر و كما هي يعني من تكست بوك ومعززة بريفرنس. The diffusion of some semi-solids may be increased more than 10% because of skin occlusion due to profound changes in temperature, blood flow and water content in the stratum cornea. هاي by the way تفيدكم بالكتابة إن شاء الله بمشروع التخرج. إحنا اذكري تاني نقطة واحد، دائما من تذكر عبارة معززة بنتيجة بإحصائيات، مثلا تقول it has been reported انه 40 الى 60% من اللي new chemical entities هي poorly water soluble، هاي مو كلام عادي،
انت من اللي يقول 40 الى 60% صحيح؟ منين جبتها؟ على اي اساس استندت لها؟ لان 40 الى 60% معناته انه هاي دراسه واحصائيه ويلا وجدوا هاي النسبه، ما قالوا 80 او 90%. فهذه بصوره عامه اي جمله معززه ب بيرسنت او احصائيات او نتيجه هذه تكون مدعومه من دراسه، والدراسه من خلال مصادر. فهنا الواحد شو ذكرت لكم اني انت هسه من تريد تكتب وصادفتك هاي الجمله واخذتها كما هي وكتبتها، طبعا هي يعني كوبي بيست ما يجوز، لان هذا موجود من ارتكل على سبيل المثال، هذا الارتكل يعود لشخص وهاي حقوق محفوظه هو كاتبه وصايغه بيده، انت ما تجي كما هي وتنقلها ما يجوز. انت شو تسوي؟ مو عائق هذا ضحى، هو الاكلوجين يزيد الابزوربشن، يعني احنا من نخلي على سبيل المثال اوينتمنت ونخلي ملفوف بماده، هذا يسلط ضغط وبالتالي يزداد الامتصاص. هذا اللي اي دوزج فورم بصوره عامه تتعرض الى ضغط يزداد الابزوربشن. نرجع لهذه النقطة، هذه إذا ذكرتها كما هي كوبي بيست ما يجوز. أنت شو تسوي؟ ريفريزنج، أنه هاي الجملة تعيد صياغتها كما هي نفس المعنى بس تغير بالتركيب بترتيب الكلمات، وبالتالي انت اذكرت نفس الجمله ونفس المعلومه لكن غيرت طريقه الكلام، مع ذلك تذكر المصدر وتعزي المن لصاحب الايديا صاحب الارتكل. ليش؟ لان هذه هسه هاي اذكرها انا لكم مستقبلا ان شاء الله اذا الله سهل عليكم وتريدون تكملون ماستر او بي اتش دي بعد الماستر باذن الله. هذا ليش؟ لان انت من راح تكتب وتكمل راح يصير تشيك للي كاتبه انت، هل هذا اونلاين اور نوت، يعني ما اخذه انت كوبي بيست من الاونلاين من النت او انت كاتبه. فاكو شيء اسمه بلاجيرزم، راح يشيكون برنامج يشيك، المسموح على سبيل المثال 20، اكثر من 20% ما يجوز، فتعيد الكتابة. هسه هاي انتهينا من الفقرة. الفقرة شلون اكتب المصدر؟ المصدر شلون تكتبه؟ اول شيء اسم المؤلف الاوثرز، انه نترك الويكيبيديا ونترك research.com، هاي مو مصادر. يعني مسمى لاست يير اكو قسم من الطلاب من الريبورتات اللي ذكرت وبيها مصادر يكتب ويكيبيديا ويتركها، هاي مو مصدر. ويكيبيديا انا اريد تذكر لي مصدر بحيث من اروح اندل من اريد ابحث عنه بالنت قبل دايركت مي للمعلومه. فالواحد هاي المعلومه من اجيبها؟ الاوثرز كم واحد؟ 1 2 3 4 هكذا. اثنين التايتل، هسه شوف شو يقول هو effect of occlusion on skin، انتهت. هاي وين منشور؟ بجورنال، اي جورنال تذكرها. اما شوف هسه هو يذكرها مختصر، اما توحد اما تذكرها مختصر او تذكرها كما هي up to you، لكن توحد مو مره مختصر ومره كامله. وراها السنه، هاي 97 قديمه، كل ما تكتب مور ريسنتلي كل ما تكون اكثر رصانه بالنسبه للمعلومات اللي انت ماخذها والبيبر او الريبورت، بعدها الفوليوم، بعدها البيج. وبالتالي اذا انا باللايبراري ورد اروح اخذ الهارد كوبي واخذ هاي المجله وشيكت بالشيلفز
ورحت للمجلة اللي هي درماتول تريتمنت، وبعدين شفت السنين يا هي شوف شلون هذا الريفرنس يرشدك، اروح اختار عندي المجلات بالرف نفس المجلة عدة سنين، اجي لم ال 97 اخذها، بعدها اجي للفوليوم اللي هو ايش قد اكثر من فوليوم الج 8، اجي للبيج دايركتلي يوديني المن للافكت اوف اكلوجن، واقرا طبعا هنا يكون الدراسه تكون اكثر يعني ان ادفانس. هذا بالنسبه فقط ذكرت لكم هاي المعلومه حتى ان شاء الله بالكتابه المشروع التخرج تفيدكم. ولذلك شي اذكر لك بيرميبلتي للهيدروكورتيزون تزداد اكثر من 10 مرات بعد الاكلوجن when applied on the forearm. طبعا هاي ايضا معززه بريفرنس بس انا ما ذكرته، يعني احنا بس نريد نعرف شلون نذكر الريفرنس وشلون نذكر كتابه الريفرنس. الزياده بالسكن تمبرتشر ايضا شو تاثر على الريت اوف بيرميشن، وهذا النتائج مالت للبلود فلو اسوسييتد وذ انكريز سكن تمبرتشر. هاي اثنين. ثلاثه، مثل ما يوجد بالجي اي تي ميتابوليك انزيمز ايضا بالسكن يحتوي لي فيز 1 اند فيز 2 انزيمز وهي ميتابولايزنج ا وايد رينج اوف زينوبايتكس، لكن نسبتها قليله بالمقارنه ان كومباريزن وذ وات وذ هيباتيك فورمز. اذا السكن اي ديزيز او اي condition تأثر على الستركتشر أو الفانكشن، تأثر لي على الابزوربشن. بعدها أروح للفيزيكو كيميكال بروبرتيز للدراج. الدراج لابد أن يمتلك ديجري من الليبوفيليسيتي والهايدروفيليسيتي حتى to penetrate خلال السكن ويروح للسيستميك سيركوليشن. ليش؟ اللايبوفيليسيتي مطلوبة حتى يتوغل الستراتوم كورنيا، والهايدروفيليسيتي مطلوبة حتى يتوغل خلال الفايابل ابيديرمس والديرمس. ولذلك اذكرنا بدون الستراتوم كورنيوم ايش يزداد الابزوربشن باعتبار هي الميجر بارير. ولذلك هو شو يقول هسه؟ يقول الدراج بيرميشن ثرو فايبل سكين without the stratum corneum يكون اكثر من 100 times greater than through intact skin. زين، ايضا الميلتنج بوينتس should be considered. ايضا البارتيشن كوفيشنت للدراج should be considered لما انا اختار الدراج. هاي كلها keep in mind. السوليبلتي للدراج ايضا يا فيكل استخدم. الجزء الثالث البيس نفسه اللي تستخدم، لان اكو من البيس هي لها اكلوزيف افكت وقسم لا، فهذا واحد. اثنين الفيزيكو كيميكال بروبرتيز من ناحية الليبوفيليسيتي والووتر ابزوربشن ايضا should be considered. بعدها عرفت الفاكتورز اللي تأثر على الابزوربشن للدرج، انتقل لترانسبورت الدرج خلال السكن. احنا اذا تتذكرون قبل يعني 3 سلايدز قلنا اما خلال الفوليكولر اللي هو الشنت روتس، بهاي الحاله الموليكيولز تروح لل السويت اور سيبوم جلاند، لكن قلنا هذا هو ماينر روت. زين، لان هو يمثل small fraction من السيرفيس اريا.
الستركتشر للستراتم كورنيوم يشبه البريكس اند مورتر اللي مبين بالبيكتشر. الكيراتونوسايتس اللي شو تمثل البريكس، والانترسيلولر ليبيدز يمثل هيدروفوبيك مورترز. فاذا تلاحظوا كيراتينوسايتس والانترسيلولر ليبيدز، فبالتالي الدراج اما خلال الكيراتينوسايتس او من خلال الانترسيلولر ليبيدز اللي هي المورتر. ولذلك هي الستراتوم كورنيوم الموليكيولز اللي هي تمثل الستراتوم كورنيوم هي اشبه بالبريك وول. خلال الانتراسيلولر خلال السكين الانتراسيلولر الدراج انيشلي بارتيشنز خلال الكيراتين كورنيوسايتس، ومن ثم يصير له يروح للانتر سيلولر ليبيد دومينز. الانتر سيلولر روت ايضا ايش يحتاج؟ انه الدراج يصير له بارتيشن بالليبيد باي لايرز بين الكورنيو سايتس. اذا اما الدراج باس خلال الكورنيو سايتس او خلال الليبيد باي لايرز. As the intact stratum corneum provides the main barrier اللي هو brick and mortar. A structure analog to a wall. الكورنيوسايتس للهايدريت كيراتين comprise the bricks وذكرناهم embedded in a mortar اللي يتكون من multiple lipid bilayers cholesterol and هذا الفيجر مسبقا مرسل لكم ضمن السيمي سوليد، لكن FYI for your information على حدة، باعتبار انه احد الطلاب ذكر بوكيته انه الابزوربشن للدرج خلال السكن، فاني بوكيته يعني عززتها برسم وطبقات السكن والدرج شلون يحصل له، يعني ليس هو بجديد لكم. هسه نرجع للدرج ترانسبورت خلال السكن. ايش موجود عندي؟ ستراتوم كورنيوم فايبل ابيديرمس ديرمس، اوكي هاي البارتات للسكن. ايش عندي؟ عندي شنت روتس وعندي الانتراسيلولر وانترسيلولر روت، هاي هنا منتهين منها. اجل الفورمله، الفورمله هو الدرج موجود بالبيس. ايش يصير له؟ ديسولوشن. بعدها الدرج يصير له ديفيوجن من البرودكت الى السكن. هسه للسكن، هسه الدرج اول ما صار له ديفيوجن من البرودكت للسكن، بالسكن الى تو باث، اما يروح للشنت روت او يروح للانتراسيلولر او انترسيلولر روت، بحيث البارتيشن انتو كورنيوسايتس ومن عندها يروح للفايبل ابيديرمس، او بارتيشن انتو ليبيدز ومن عندها يروح لل هو يعني هو مو فد شيء طلاب من رخصتكم. هذا الفورميليشن ايش موجود؟ دراج ديسولوشن، الدراج يصير له ديسولوشن بالبرودكت، يصير له ديفيوجن الى السكن. هسه الدراج اتحرر من البرودكت حتى يصير له ابزوربشن، شلون التابلت الدراج يصير التابلت يصير له ديسنتجريشن، وبعدين الدراج موليكولز تتحرر من السوليد بارتيكلز وبعدها يصير لها ابزوربشن، والابزوربشن بعده طرق.
الحالة نفس الشيء، انه الدراج شيء يصير له ديسوليوشن بالبرودكت بالبيس، وبعدها يصير له ديفيوجن للسكن. من يروح للسكن الى اول، اما يروح للشنت روتس وهذا خلال السويت اور سيبم، هذا واحد. اثنين، وطبعا بعدها يروح، اما يروح لل، وهذا قلنا ماينر يعني نسبه بالسيفس اريا، لكن الاعم الاغلب من الدرج يصير له ديفيوجن وخلال السكن عن طريق الانتراسيلولار روت والانترسيلولار. الانتراسيلولار خلال البريكس اللي هي كورنيوسايتس، او خلال الليبيد باي لايرز اللي موجوده بين الكورنيوسايتس، ويروح للفايبل ابيديرمس ويروح للديرمس، واعتمادا على الديجري لللايبوفيليسيتي، مطلوب منه لايبوفيليك وهيدروفيليك حتى يوصل للهاي ريجنز. هاي مجرد في عملية انتقال لدرج خلال الاسكن. هسه عرفت التايبس للسيمي سوليد دوزج فورمز، بعدها عرفت الفاكتورز اللي تأثر على الابزوربشن، متمثلة بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز بالفيكلز ومتمثلة بالسكن. الآن أجي للكومبوننتس للسيمي سوليد دوزج فورمز. البيسز، الفيكلز اللي تستخدم للفارماسيتيكال سيمي سوليدز هي بيسز، وهذه ايش تتكون؟ أربعة أنواع: أولياجينوس، أبزوربشن، واتر ريموفابل اند واتر سوليبل. وهاي مرة مسبقا عليكم. نجي للأولياجينوس، أولياجينوس بيسز اللي هي أويلي بيسز. هذه أي هيدروكاربنز derived من البتروليوم، إذن هي هيدروكاربن بيسز. هاي البيسز الكاركترستيكس: انهيدروس، انسوليبل ان ووتر، وإلها ايموليانت افكت واكلوسيف. هاي واحد. اثنين، هي اجريسي ونوت ووتر واشبل، ولذلك كان ستين كلوذينج، وقد تكون هارد، قد تكون سوفت، وقد تكون ليكويد، ومزيج من ذني حتى يأثر على الكونسيستنسي، قد يكون تحضر بهيئة ميكستشرز من الفاتي بيس اللي قد سوفت أو ليكويد أو هارد. فالفيتشرز المهمة بالأوليا جينس بيسيز إنه هي أكلوزيف وإلها إيموليانت إفكت وهي إجريسي and stain clothing. الهيدروكاربن بيسز الكومن اللي هي بتروليتوم، المينرال أويل، الواكسز. البتروليتوم إنه as a base for water insoluble ingredients، ويوجد يلو بتروليتوم، وش يوجد ايضا وايت بتروليتوم، طبعا الفاسلين مثاله. الميلتنج رينج له من 38 الى 60. الواكس قد نمزجه ويا البتروليتوم حتى تو ستيفن ذا بيس. يلو اوينتمنت الكومبوننتس إلي بصورة عامة: يلو واكس 5% و 95% اللي هي بتروليتوم. الهيدروكاربن بيس اللي تدخل بالpreparation للأوينتمنت أيضا
المينرال اويل. المينرال اويل انه السوفت بتروليتوم بيس هي مزيج من الوايت بتروليتوم والمينرال اويل. وايضا المينرال اويل شو يستخدم as navigating agent to incorporate lipophilic solids بالاوينتمنت. سنمر للنافيجيتنج ايجنتس. الواكس ايضا تستخدم بالمانيفاكتشر للاوينتمنت والكريمز حتى تزيد الفيسكوسيتي وتمنع السبريشن من الاوينتمنت. النوع الثاني الابزوربشن بيسز. الابزوربشن بيسز ايش تحتوي لي؟ اوليا جينوس وامالسيفاير، water and oil emulsifiers. ولذلك هي قد so that that they can absorb water حتى اما تكون لي emulsion or expand water and oil emulsion. وايضا هي emollients واكلوسيف، لكن الديجري تختلف عن الاوليوجينوس بيسز. والemollients هي the preparation that soften and soothe the skin. وايضا هي جريسي لان الاكسترنال فيز لها اويلي. وطبعا هي not easily removed من السكين with water. الابزوربشن بيسز تو تايبس، اما those that permit to incorporate aqueous solutions حتى تكون لي emulsion مثالها الهايدروفيليك بتروليتوم. اذا الهايدروفيليك بتروليتوم هو absorption base water and oil emulsion. او bases that already هي water and oil emulsion لكن permit the incorporation of small additional quantities of aqueous solutions مثالها lanolin and cold cream. هذا ايضا absorption bases. cold cream هو water in oil emulsion prepared with هاي المواد اللي مذكوره. الصوديوم بوريت هنا يرتبط ويا الفري فاتي اسيدز حتى يكون الصوديوم سولتس للفاتي اسيدز اللي هي تعتبر ايمالسيفايرز. الكولد كريم هو امبلويد از ان ايموليانت اند اوينتمنت بيس. البرودكت اللي متوفر كواتر ان اويل ايمالشن هو يوسرين كريم. water removable bases. بسبب السنسيشن إله زين water removable bases. الامالشن or water removable bases هي oil in water emulsion. هذه ال oil in water emulsion ال aqueous external phase. وبالتالي هي water removable, water washable. هي non greasy و non occlusive. ونقدر نخففها ويا ال water. وايضا تستخدم بالكوزمتيك. الهايلي فيسكوس ايمالشن بيسز ار كومنلي ريفيرد از كريمز. فالكريمز هي ايمالشن بيسز هايلي فيسكوس. طبعا هذا النوع المور كومن اللي يستخدم. اذا الواتر ريموفابل بيسز هي اويل ان واتر ايمالشن. مثالها
الهايدروفيليك اوينتمنت والفانيشنج كريم. الهايدروفيليك اوينتمنت هو ان اويل ان ووتر ايمالشن ويحتوي لصوديوم لوريد سلفيت. الفانيشنج كريم يحتوي لي لارج بيرسنتج اوف ووتر وهيومكتنس. فالهايدروفيليك اوينتمنت والفانيشنج كريم هي اويل ان ووتر. النوع الاخير ووتر سوليبل بيسز، هي ايش تحتوي لي؟ هي اونلي ووتر سوليبل اند ار ووتر واشبل. تتالف من البي اي جي وهي ووتر ريموفابل اند جريسلس، خاليه من الاويل اند نون اكلوسيف. اكزامبل هذا البولي اثيلين جلايكول اوينتمنت. اضافه للبيس انذر كومبوننتس ماتيريالز اديتيفز تدخل بتركيب السيمي سوليد دوزج فورمز. على سبيل المثال الهيومكتنس، جليسرين، بروبيلين جلايكول، سوربيتول 70% تستخدم از هيومكتنس وتاثر على الفيسكوسيتي والتكستشر. ايضا البريزرفاتيفز باعتبار اكو قسم من الكومبوننتس بفعل الاكويس فيز هو عرضه للميكرو اورجانيزم الفورمولا، وبالتالي هذا الشيء يتطلب اضافه بريزرفاتيفز. لكن البريزرفاتيفز اللي اضيفها ايضا should be evaluated with regard to the stability issue. قد تكون stability issue ويا الكومبوننتس الاخرى للفورمولا او الكونتينر، مثالها بنزل كونيوم كلورايد مثل باربينز بروبيل باربينز. This session is no longer being recorded. طلاب ريست هسه تاخذون ريست ان شاء الله، وراها نكمل المحاضرة. شو تقولون؟ اوكي. الوقت ايش قد الوقت نلتقي ان شاء الله؟ انا اسالكم ساره، يلا انا اسالكم. يس، يعني نص ساعه ان شاء الله، يعني للوحده باذن الله تعالى نعاود، يعني سطيتكم نص ساعه. اوكي اوكي. البيتس سيمي سوليد بريبريشنز انتندد فور ابليكيشن تو ذا سكين اكثر من 25% من السوليد ماتيريالز انكلودد، وبالتالي هي استفر. مثالها الزنك اوكسايد بيست اللي تتالف من الزنك اوكسايد ستارش and white petrolatum. وهي able to protect the skin and absorb secretions
more than zinc oxide ointment. Now, الجيلز أيضا semi-solid system in which a liquid phase is bounded via polymeric matrix وإلها a high degree of physical or chemical cross-linking. الجيل أما يكون single phase or biphasic system. Biphasic system. A single phase اللي هو polymer بالwater مثل carbomers. Biphasic gels اللي يحتوي لي cross-linked precipitate على سبيل المثال of one substance in the aqueous phase. يعني two boundaries تظهر لي. الجيلز يظهر لي non-Newtonian flow واعتمادا على الفلو characteristics الجيلز قد يكون shear thinning pseudoblastic يعني on agitation الفيسكوسيتي تقل والفلو يزداد أو قد يكون shear thickening dilated يعني الفيسكوسيتي on agitation الفيسكوسيتي تزداد والفلو يقل ايضا الجيلز البوليمرز اللي تكون للجيل قد تكون ثيرمو ريسبونسيف وقد تكون بي اتش ريسبونسيف جيلز يعني الثيرمو-ريسبونسيف جيلز انه التمبريتشر الجيلز تتحول من على سبيل المثال البوليمرز من فلويد الى جيل بتغير درجه الحراره والتمبريتشر اللي عندها الجيل يتكون هي لو كريتيكال سوليوشن تمبريتشر اكزامبل مثل سيلولاز وهيدروكسي بروبيل مثل سيلولاز اي انه هذه البوليمرز هي تكون ليكويد ات روم تمبريتشر لكن تصبح جيل بالهاي تمبريتشر بالروم تمبريتشر هي ليكويد لكن بالهاي تمبريتشر تتحول الى جيل هذا واحد الـ مثل ما بالتمبريتشر تتغير بالبي اتش على سبيل المثال تكون البنتونايت جيل هو فيسكوس عند بي اتش اكثر من قيمه 6 لكن اقل من بي اتش 6 هو ديسترويد الكاربومير ليكويد يكون بي اتش اقل من 7 لكن اكثر من 7 شيء يتحول الى جيل فهذا البوليمرز بدرجه الحراره تتاثر وتتاثر بالبي اتش الاوينتمنت البريبريشن لنت هسه جيل نرجع لها بصوره عامه قلنا تكون شير ثينينج يعني تقلل فيسكوسيتي والفلو يزداد عند الاجيتيشن ولا اكو جيل الفيسكوسيتي تزداد والفلو يقل عند الاجيتيشن يعني مره بالاجيتيشن تشوف جيل الفيسكوسيتي تقل مالته والفلو يزداد ومره لا بالشيكينج اور اجيتيشن الفيسكوسيتي تزداد والفلو يقل وقلنا البوليمرز اللي تكون للجيل تتاثر بالتمبريتشر بالروم تمبريتشر قد تلقيها ليكويد مثل الهيدروكسي بروبيل مثل سيلولاز والمثل سيلولاز وقد تتغير بعد الهاي تمبريتشر تتحول الى جيل واكو قسم لا بي اتش اقل من 6 هو ليكويد ولكن بي اتش اكثر من 7 هو بي اتش اقل من 7 على سبيل المثال هو ليكويد
وبي اتش اكثر من 7 هو يتحول الى جيل، وقسم بي اتش اكثر من 6 هو جيل، واقل من 6 هو يصير ديسترويد ويتحول الى ليكويد. هسه بعد ما عرفت البيسز اللي تدخل بتركيب السيمي سوليد دوزج فورمز، وعرفت الابزوربشن، وعرفت شلون يصير للترانسبورت، وعرفت الفاكتورز اللي تاثر على الابزوربشن للدريك خلال السكين، وعرفت التايبس للسيمي سوليد دوزج فورمز، الان شلون احضر الاوينتمنت؟ وي هاف تو ميثودز، الاولى فيوجن ميثود والثانية الانكوربوريشن. من اسمها بالفيوجن ميثود تحتاج تمبرتشر، هذا واحد. اذا اعتمادا على الفورمولا قد كل الكومبوننتس يصير لها ميلتينج بعدها كولينج وذ كونستانت ستيرينج الى ان كونجيل، وقسم لا سم من عندها يصير لها ميلتينج والبقية مثلا تقدر تمزجها ويا المادة اللي انت عملت لها ميلتينج with constant stirring until congealed. بالهيتينج طالما استخدم هيت اكو قسم من الدريج قد تتأثر بالهاي تمبرتشر او بالفولاتايل، لذلك هاي تنضاف بالاخير بعد ما يصير له كولينج and constant stirring. وسراح نلاحظ الميثودز خلال العملية بالسلايدات إن شاء الله مالت التحضير نفهمها أكثر. بقى قسم من الماتيريالز احتمال يصير لها degradation بالهاي تمبرتشر، لذلك اول ستيب بس طالما هو بالاوينتمنت يعني التمبرتشر قد تكون 80 90 ما تتجاوز او 100، لذلك اي ماده على سبيل المثال اذا هي باودر وانا اريد انكلودد بالكومبوننتس بفعل الهيتنج اعمل لها تي جي اي ثيرموغرافيمتريك اناليسيس، يعني اشيك التمبرتشر اللي عندها الماده يصير لها ديجريديشن. يعني على سبيل المثال بمشين خلينا نفترض دعك من البريبريشن اوف اوينتمنت لنفت سي فور اكزامبل انا بدي احضر فورمولا يوزنج هوت ميلت اكستروجين، هاي الهوت ميلت اكستروجين ايش تتطلب؟ تتطلب تمبرتشر، هاي التمبرتشر عندك رينج 100 150 200 على سبيل المثال، وانا عندي الفورمولا يصير لها ميلتنج. اول ما اجي للكومبوننتس للفورمولا اعمل لها هذا التيست واتشيك التمبرتشر اللي عندها يصير لها ديجريديشن، يعني ما مثلا اذا ماتيريال انه يصير لها ديجريديشن بالمية، ما يجوز انه انا استخدم 150 بالمشين اثبت على 150 وهي الماده اصلا يصير لها ديجريديشن بالمية. فاي كيب ان مايند هذا بالنسبة للفيوجن. عندنا الانكوربوريشن لا ميكسينج ادريك تو بي انكوربوريتد بالاوينتمنت بيس، يعني هناك هيتينج هنا استخدمت ميكسينج. الميكسينج اما بالمورتر والبسل او بالجلاس سلاب والسباتولا. طبعا اذا لارج اماونتس شي يحتاج ميكانيكال ميكسرز، بس احنا هذا دا نحكي على small scale. فاذا عندي two methods اللي هي fusion والincorporation. بالنسبة للجيل ايضا ما عندي هو polymer بالwater، وبالتالي اي مواد تذوب بالvehicle او الexcipients اذوبها بالبداية بالvehicle in mixing vessels ويا الميكانيكال stirring. الباست نفس البروسيجر اللي يستخدم بالاوينتمنت، اما استخدم دايركت ميكسينج او يوز اوف هيت.
قلنا الفرق انه بالبروبورشن للماتيريالز تو بي انكوربوريتد. هسه ديسولوشن توبيكال دوزج فورمز، لنفترض حضرت سوليد دوزج فورم، دعك من السيمي سوليد دوزج فورمز، سوليد دوزج فورمز اللي هي التابلت، حضرت تابلت. انا الغرض من الفورمولا انه اريد اشيك انه الفورمولا بصوره عامه هي راح يصير لها ديس انتجريشن وراح يصير لها ريليس، وقد يكون immediate release وقد يكون sustained release. فبالتالي واحد من البروسيجر اللي استخدمه بالفورمولا بعد ما اكمل الفورمولا انه الكاركترايزيشن للفورمولا، ومن ضمنها اعمل ريليس ستدي. فالريليس ستدي من نعملها انه اكو ديسولوشن ميديا و تخلي التابلت على سبيل المثال وتسحب السامبل ورا ساعتين ثلاثة أربع ساعات ستة ثمانية على سبيل المثال، وبعدها ترسم الاماونت الكوميوليتيف اماونت ريليز ضد التايم وتشوف طبيعة الريليس حتى تعرف الفورمولا اللي انت محضرها طبيعة الريليس. اكو قسم ما يظهر لك ريليس، اكو قسم رابيد ريليس، اكو قسم sustained release. فأنت اعتمادا على الريليس والتارجت اللي الجول مالت الفورمولا مالتك تقدر تغير بالكومبوننتس للفورمولا حتى تغير طبيعة الريليس على سبيل المثال. فلذلك السيمي سوليد دوزج فورمز ايضا انه نستخدم ان فيترو ديسولوشن ميثود، وهذه انه نستخدم فرانز سيل سيستم. هاي الفرانز سيل سيستم انه الابر سايد من الممبرين، وسنلاحظها ان شاء الله بالسلايدات، انه تخلي السامبل وبالاذر سايد الريسبتر سيل انه موجود الميديا، بعد ما يصير للريليس من خلال الممبرين تسحب من الميديا وتشيك الكونتنت للدرج وتشوف الريليس بيهيفير للماده اللي انت محضرها. هذه هي الفرانز سيل. اذا تلاحظون هذا التوب وهذا اللي موجود بالريليس ميديوم، هذا السكن اذا تريد او سيل ممبرين، وهنا طبعا ووتر باث سيركوليت تحافظ على درجه، وهنا السامبلينج، وهذا موجود استيرر. هسه حضرت الفورمولا اريد اعمل لها ايفالويشن. احنا بالتعريف قلنا هي شنو الفورمولا. هسه راح بالسلايدات فرانز سيل ديفيوجن، بالسلايدات راح نفهم اكثر عن التحضير وشلون يصير الديسولوشن. هسه الايفالويشن للسيمي سوليدز، الواحد اذا تذكرون بالتعريف قلنا السم وهي فلاي على سبريد ايزلي، ومن الفيتشرز اعتمادا على الريولوجيكال بيهيفير الماده. فلذلك انت من حضرت الفورمولا تعمل لها extrudability and spreadability. هاي التست حتى تشيك الفورمولا. فواحد منهن extrudability test انه force required و making the ointment move out or extrude خلال uncapped tube، يعني uncapped tube وبعدها تسلط عليها force وتشوف الاوينتمنت الكومينج اوت. يعني طبعا الانكابت تيوب بليس بلو ذا بلانجر وتشوف الكومينج اوت للفورمولا هل بسهوله اور نوت. هاي واحد.
السبريدابيليتي. ايضا انه الاوينتمنت تاخذ كوانتيتي من الاوينتمنت وتخليها بين تو سلايدز، واحد منها موفابل والثاني فيكست، وتسلط فورس، وبعدها تشوف الديستانس، يعني السلايد راح يتحرك وتشوف الديستانس اللي من خلاله ينتشر الاوينتمنت. هسه هذه انكفد تيوب، سلط لها ويت ولاحظ ال coming out للأوينتمنت من خلال التيوب below the plunger. هنا تختلف الحالة. سلايد fixed وسلايد متحرك، وطبعا بتدريجات تحضر ويت، وبعدها الأوينتمنت تخليه بين السلايدز، بالتالي راح يتحرك السلايد وتشوف ايش قد الانتشار مالت الاوينتمنت خلال السلايد. اكثر خلال هذا، هذا شو استخدم؟ استخدم جلاس ديسك، واستخدم جلاس بليت. جلاس ديسك وغلاس بليت. الغلاس بليت بها جريد سكيل، السيركل اللي راح تتولد لي بفعل السبريد الدايمتر يسجل بعد 1 منت على سبيل المثال. فمن خلى 200 جرام على سبيل المثال على السنتر مالت الغلاس ديسك، وتشيك الدايمتر مالت السبريد بعد 1 منت. كل ما تكون الاريا اكبر كل ما يكون مور سبريدبل للسامبل. الدراج كونتنت، اي فورمولا تحضرها تشيك الدراج كونتنت. تحضرت التابلت، التابلت تقرا عندك 500 ملي جرام. بعد ما حضرت 10 تابلت على سبيل المثال، تشيك الدراج كونتنت، هل صحيح موجوده بالفعل 100 ملي جرام؟ هذه لك طريقه المك وطريقه الديستريبيوشن للدراج بالفورمولا. محتمال انت التابلت تقرا عندك 500 ملي جرام، لكن بفعل الفورمولا وبفعل الكومبوننتس وقد يكون عندك خطأ بالتحضير، تلقى التابلت أصلاً 700 ميلي جرام. فبالتالي أنت بالريليس محسب حساب أنه 500 ميلي جرام، لكن هي تطلع أكثر 700 ميلي جرام. فالدراج كونتنت بالتوبيكال دوزج فورمز أيضاً إيفالويتد، تأخذ فيكست كوانتيتي وتعرف إيش قد الثيراتيك، لأنه تعرف حسب اللي أنت الفورمولا اللي مسويها كذا جرام بهم أو ميلي جرام، وبعدين هاي تعمل لها اكستراكشن من خلال السولفنت وتخليها بسيلد امبول، وبعدها كونتنت للدرج بال الفورمولا اللي هي هوموجينيشن للدرج ضمن الفورمولا اور نوت. اذا باختصار بريفلي كسمري للموضوع، انه انا عندي سيمي سوليد دوزج فورمز، انا بالفارماسي وعندي برودكتس ومن ضمن هاي البرودكت سيمي سوليد دوزج فورمز، اخذت تيوب هي كريم او اوينتمنت، انا شي تبادر الى ذهني. اول شيء من اسمها سيمي سوليد دوزج فورم، من اسمها كريم او اوينتمنت، هذا التاي التيرم الاسم راسا وضعته بالتايتل اللي هي سيمي سوليد دوزج فورمز، وعرفت انه سيمي سوليد دوزج فورم هي من اسمها هي ان بتوين سوليد اند ليكويد، وعرفت انه هاي البرودكت اذا السايت اله هو السكن، وعرفت انه هي ايزلي يعني سبريد وتبقى فور لونج بيريد حسب ريولوجيكال بيهافير للماتيريالز. وبعدها ايضا تبادر الى ذهني انه مو بس الاوينتمنت،
لا بالفارماسي اللي موجودة other products اللي هي gel based cream ointment هي ضمن semi solid dosage forms. بعدها سألت نفسي إنه semi solid dosage forms إنه هذا الدرج من أخليه على السكن إيش يحصل له؟ يحصل له absorption، إيش يحصل له transport خلال السكن؟ هذا وين يقودني إلى الفيزيولوجي للسكن؟ وعرفت السكن إنه layers مالت السكن وإنه التركيبة مالت السكن اللي هي brick and mortar، وعرفت الroot of penetration مالت الدرج خلال السكن، وعرفت العوامل اللي تأثر على الأبزوربشن للفورمولا اللي أنا أخليها على السكن، أي إنه أكو قسم يعزل للسكن، أكو قسم للدرج نفسيته، أو أكو قسم للبيس. هي هاي الثري كومبوننتس. بعدها اجيت للبيسز اللي من خلالها يكون الدرج انكوربوريتد بالفورمولا، وقسمتها الى اربعه انواع اللي هي الاولياجينس والابزوربشن والووتر ووش والووتر ريموفابل والايمالشن. بعدها ذكرت انه الاولياجينس تكون اكلوزيف، تكون ايمولينت، تكون اجريسيف. الابزوربشن ايضا تكون اجريسي، تكون اكلوزيف، لكن الدرجه مالتها تختلف. ومن ضمن الابزوربشن اذكرت انه الكولد كريم اللي هو ووتر ان اويل واللانولين والهايدرو الفيك ايضا بتروليتوم، هذا من ضمن الابزوربشن بيس. وبعدها رحت للايمالشن بيسز اللي هي مثل الايمالشن، ولكن اكو قسم اويل ان ووتر ووتر ان اويل، وشفنا الووتر ان اويل اللي هي بمثال الكولد كريم على سبيل المثال، لكن الاويل ان ووتر ايمالشن على سبيل المثال الفانيشينج كريم والهيدروفيليك اوينتمنت. ورحت للبي اي جي اللي هي الووتر سوليبل فيكلز اللي هي تكون نون اكلوسيف. بعدها بعد ما كملت وشيكت رحت للجيلز من خلال بعد ما كملت الاوينتمنت والكريم رحت للجيلز، والجيلز ايضا اذكرت انه اكو قسم يتاثر بالتمبريتشر واكو قسم لا ما يتاثر، اكو قسم يتاثر بالبي اتش، وايضا اكو قسم الفيسكوسيتي اون شيكينج الفيسكوسيتي مالته تقل، واكو قسم اون شيكينج الفيسكوسيتي تزداد. بعدها هذه المعلومات اللي صارت واضحه عندي عرفت انه هاي اليوتيوب اللي انا دا تشيكها وموجوده، عرفت البريبريشن الها، قلت اما انكوربوريشن او ميكس او فيوجن، واذا فيوجن يتطلب هيت. بعد هاي اللي حضرتها العصاره اللي هي للاوينتمنت او الكريم، هاي من كملتها شيك من خلالها اشيك الكونتنت، هل هو كاتب لي انه كل جرام تحتوي لي كذا، هل يا ترى صحيحه هاي الخطوه اتخذت مثلا بالمختبر وانت محضر الفورمولا، حتى من تكتب انت كل جرام يحتوي لي كذا من الاكتيف انجريدينت، انت عامل كونتنت يونيفورميتي ومتاكد بعد اكثر من مثلا من سامبل وشيكت ولاحظت انه الكونتنت يونيفورميتي مضبوط او بلس ماينس بس اقل الاس دي. بعدها الريليس، هذه شلون يصير مثلا الديسوليوشن مالتها او الريليس، بعدها او البيرميابيليتي بالاحرى، بعدها انه السبريدابيليتي مالتها شلون يحصل لها. هذا بصوره عامه عن السيمي سوليد دوزج فورمز. هسه بليز فولو مي، نرجع لهذه السلايدات. هذه السلايدات تم دراستها مسبقا. احنا نتصور انه انت باللاب وده تشتغل الفورمولا اللي هي والبروسيجر اللي يتعلق بالسيمي سوليد دوزج فورمز. كل سلايد رحت اخليه 15 الى 20 ثانيه بدون الانتقال يعني، وبعدها انتقل للسلايد الثاني. تشيك السلايد الأول وتخلي معلومات يمك، تخليها وتشيكها وتشوف انه انت بالمختبر وهاي عندك الفورمولا
والمكونات اللي تتطلب المورتر والبسل، وش راح تظهر أي نتيجة بعدها من خلال تتبع الخطوات. كل خطوة متعلقة بخطوة. فهسه نبتدئ بهذه السلايد. هسه يمكم 15 ثانية إلى 30 ثانية تشيك الكومبوننتس، يعني البارتس لهذا السلايد، شنو الموجود عندي بدون ذكر المواد، احنا بس اسماء المواد، ما يهمنا انه هذا الوايت باودر اسمه او الاورنج او غيره او البراون. هذا واحد. هسه موجود عندي باودر بالوايت بوت، موجود عندي مورتر وفصل احتاجه سباتولا. بعدها اسماءهن ماكو مشكله، ريد داي لاكتوز، بعدها اذا نرجع للسلايد السابق، بعدها هاي يمك بعدها اجي دور المورتر والبسل والسباتشولا. السلايد مو ثابت طلاب، السلايد مو ثابت، يعني هسه هذا نرجع مرة أخرى. هذا السلايد الأول، هو تتغير الصورة لأن هذا السلايد مو ثابت، هو نفس الكومبوننتس بس الصورة تتغير لأن أكو بروسيجر. يعني السلايد الأول وننتقل للسلايد الثاني بس هو نفسيته نفس الكومبوننتس. ورح ترجع مع ذلك أعيده. هسه هذا السلايد الأول، قد يكون النت عندكم ضعيف والصورة تبقى كما هي. هذا السلايد الأول اللي هو مورتر أند بسل، وعدي هذه الكومبوننتس، بعدها الباودر ماتيريال، بعدها أعطيتك بالسلايد الثاني أسماء اللي هو لاكتوز وريد داي. هسه ننتقل للسلايد الثالث. هسه ما أريد أذكر البروسيجر يمك، هو الصورة هي وحدها يذكر لك البروسيجر. المورتر أند بسل ما يوجد باودر، بعدها باودر، بعدها أنضاف باودر آخر، بعدها شو استخدمنا لغرض وات، بعدها بعدها بعدها. هسه ارجع مرة اخرى، هذا طلاب ميكسينج، وش استخدمنا؟ جيومتريك ميكسينج. بالحالة الأولى لو تلاحظ الأماونت مقدار قليل من الريد داي بينما اللاكتوز الكمية، شوف ايش قد انت بالفورمولا قد تحتاج اي بي سي دي
الأي 1 ملي جرام والباقي تلقي 20 30 ملي جرام. فأنت الميكسينج تستخدم جيومتريك ميكسينج، وهذا ذاكري إحنا مسبقا. يس، وهذا سألكم بي أنا كنت يعني بوقت أسألتكم بي أتذكر بالمحاضرة. شو استخدمنا؟ ياخذ الكمية اللي هي الريد داي، بعدها ضاف بقدرها من اللاكتوز، the same quantity. اوكي، هسه هنا انتهينا the same quantity، مزجهن. شو يتطلب؟ ميكسينج، وتستخدم السباتشولا اذا موجود على الوول. بعدها انت مو تكون عندك، تاخذ نفس الكميه اللي تكونت دبل اب، نفس الكميه مثلا 1 ملي جرام ب 1 ملي جرام، مزجت 2 ملي جرام، هاي انتهت. تاخذ الدور 2 ملي جرام من الكميه اللي اكثر وتمزجها، وتبدي هكذا يعني بالتساوي نفس الفوليوم، وبعدها ايضا تضيف نفس الكميه من الكميه اللي انت مزجتها. وشي تكون لي بهاي الحاله؟ عملت جيومتريك ميكسينج وصار ديستريبيوتد ايفنلي ايكولي للداي ضمن الباودر. حتى اذا اريد اعمل تابلت على سبيل المثال او اي دوزج فوم، هاي متساويه بكل الاجزاء، لان اذا ضفت الماده وراس المزيج يمكن التوب يكون متركزه بيها والميدل اقل والاسفل اصلا ما موجوده، وبالتالي يصير فاريشن. هسه انتهينا من الجيومتريك ميكسينج. هسه السلايد الثاني، الاكسبيرمنت الثاني، لاحظ الموجود عندك ايضا باودر موجود بالوي بوت، بتروليتوم ولانولين ومينرال اويل. شخذ مينرال اويل، شو استخدمه؟ ضافه المن للباودر، بعدها شو استخدم؟ ميكسينج، والميكسينج بدلاله وات السفاتولا يوزنج السلاب. هذه الطريقه استخدم المينرال اويل، هنا يستخدم كليفيجيتنج ايجنت. بهاي الحاله شنو المينرال اويل الليفيجيتنج ايجنت؟ يعني اول شيء هسه دخل اكمل هذه المحاضره، لان ترى سلايدات هواي عندي 173، خلينا نكمل. هذه وانتم من خلال الشرح راح تعرف انه البروسيجر اللي انت تستخدمه. زين، ايش استخدمت؟ ليفيجيتنج ايجنت. الليفيجيتنج ايجنت المينرال اويل اللي هو كليفيجيتنج ايجنت، هنا الباودر ويا الليفيجيتنج ايجنت الى غرضين. اول شيء ان الباودر تو انكوربوريت للكومبوننتس مالت الفورمولا للاوينتمنت ضمن ذني، فاحتاج انه انكوربوريت ويا مينرال اويل اللي هو ليفيجيتنج ايجنت. اثنين، باستخدام السباتولا اقلل ريديوس للبارتيكل سايز بحيث احصل ديسبيرجن انه البارتيكل سايز مالته فاين. هسه بعدها اخذ جزء واخذ جزء، بعدها ضافن. احنا بالبدايه حضرنا الديسبيرجن، بعدين اخذ جزء جزء من الاوينتمنت، وهذا ايضا استخدم شلون الجيومتريك ميكسينج واستخدمه.
وأيضا ظل ياخذ جزء جزء وميكسينج، واستخدم السباتولا وسبريدت على البيبر أو السلاب to see what إنه gritty or non-gritty، حتى يشوف ال appearance المن لل dosage form. هسه نريد نحضر بنزويك أسيد أوينتمنت. البنزويك أسيد بعدها ساليسيليك أسيد جرايندينج، وخلي ببالك حتى إذا عندك بيور ماتيريال إنه تعمل لها جرايندينج، احتمال البارتيكل سايز مالتها لارج، فتحاول وحدها تعمل لها جرايندينج وتقلل من البارتيكل سايز بحيث حتى من تمزجها مع الباودر الثاني تحصل على فاين هوموجينس ديستريبيوشن للميكستشر وبنفس الوقت فاين بارتيكلز. فهو هسه يعني المسجن بعد ما جرايندينج، بعدها ليفيجيشن بالليكويد. إذا تذكرون بالسلايد قبل شو استخدم هو أيضا ال incorporating بالسباتولا هنا بالمورتر and بيسل، بهاي الحالة تكونت wet mass على سبيل المثال أو preparation يحتوي لي البنزويك والساليسيليك أسيد و reduced للparticle size و incorporated بالnavigating agent، بعدها ضاف الcomponents الأخرى وظل grinding mixing وتحضر الاوينتمنت. another experiment، هالمرة ايش عندي powder، العفو عندي اوينتمنت وكل واحد بتركيب خاص. شو استخدم هنا؟ طالما وجد هوت بليت ووتر باث اذا استخدم الفيوجن. اوكي هسه شو استخدم؟ هسه عندنا انذر اكسبيرمنت. هاي الاكسبيرمنت الكومبوننتس إلها سيتوستيرول الكحول وهارد بارافين ووايت بارافين والفات هوت بليت ووتر باث melting، ضاف الكومبوننت الثاني melting، ضاف الكومبوننت الثالث بعدها cooling وضاف المادة الأخيرة باعتبار درجة انصهارها أقل. وهذا after cooling. another experiment، الأول باودر الثاني بعدها ميكسينج جرايندينج
عندي من ضمن الكومبوننتس فات شو استخدم ميلتينج. ايضا بعد ما انصهر الاول ضفت الثاني. هذا اللي يتكون اقدر امزجه ويا الباودر مزجه بعدها تكونت بيست وضافه لهذا. واذا يتطلب هيتينج ماكو مشكله وتكون. اعيدها سوري. باودر ويا باودر ميكسينج على حدا خلاه. اجى للكومبوننتس الاخرى اللي تتطلب ميلتينج. استل انه هي حالة ليكويد ستيت ويا كونت ويت ماس. قدر انه يمزج الباودر ويا الاوينتمنت ويا الفات الميلتد. بعدها اتطلب الامر انه هيتينج وميكسينج وتكونت. زين فلاكزمر جيل فورميليشن. هسه طلاب يعني هذا بالنسبة للأوينتمنت الجيل. اذكرت لكم بالجيل اكو قسم يتأثر بالتمبرتشر، قسم بالروم تمبرتشر يكون ليكويد لكن بالهاي تمبرتشر يكون جيل. هذا او حسب البوليمر اللي موجود به. هسه نجي للبولاكزمر اللي ايضا هو يدخل بتركيبة الجيل. احنا الجيل قلنا هو بوليمر على سبيل المثال ووتر. هسه هنا بولاكزمر ووتر شو يستخدم؟ هيتينج. شوف بفعل الهيتينج شو تكون؟ جيل. اوكي هذا جيل. خلينا نشوف اذا بالكولد ووتر ضاف البولوكزمر ليكويد. اذا نشوف الحالتين شلون يختلفن. بالحالة الأولى جيل بفعل الحرارة بالهيتينج، بالكولد ووتر أصبح ليكويد. جاست باوربوينت. أوكي Look for this experiment. ايش عندي؟ كاربومير. وبي اتش سيتربس اللي هي انديكيتر الهم. بعدها استخدم موتر
خلوني أشرح وبعدين أجاوبكم. زين، هسه هذا الكاربومير أخذ ووتر، شيك البي اتش لقى أقل من 7، قبل ما يشيك البي اتش، من شيك البي اتش عفوا بهاي الخطوة، من شيك البي اتش لقى أقل من 7، هذا البوليمر اللي دحكي عنه كاربومير موجود بالمحاضرة. هذا الكاربومير، اوكي، بوليمر. بعدها شيك من خلى ووتر، شيك البي اتش لقى اقل من 7، بعدها زيد البي اتش، شيكه لقى اكثر من 7، ضاف الكاربومير، بعدها حتى احضر الجيل، بعدها شو تكون؟ تكون الجيل من خلال الاسترينج. هذا دليل تأثير البي اتش. ركز وياي ويا هذا السلايد. Vertical diffusion cell. إذن هسه خلال السلايدات اللي ذكرناها مسبقين، تعلمت أخذت information عن الفيوجن ميثود وعرفت طريقة الجيومتريك دايلوشن جيومتريك ميكسينج، وبعدها عرفت طريقة الليفيجيشن، وبعدها عرفت الجيل وتأثيره إذا بالكولد ووتر وإذا بالهوت، والكولد ووتر يعني بالأربعة ديجري وتأثيره، وعرفت تأثير البي اتش. إذا تتذكرون ذكرنا الديسوليوشن تيست، واحد من اللي نستخدم vertical diffusion cell for the components of diffusion cell. من تتألف؟ هذا السيل، اوكي، هذا الابر بارت، وهذا الجزء اللي هو الميديا اللور بارت، هذا الكلام، الاسترر، دوزج ويفر، الجلاس ديسك، سيل رينج، والسيل توب. لوك للسلايد مرة ثانية وتشيك للكمبوننتس. هذا الديفايس هو يستخدم حتى نشيك الريليس للدوزج فورم ونشيك البيرميابيليتي. ليش؟ لان حسب تصنيف الدريجز، الدريج اما كلاس واحد او كلاس اثنين او كلاس ثلاثة او كلاس اربعة، اكو قسم هاي سوليبيليتي هاي بيرميابيليتي، اكو قسم لا هاي بيرميابيليتي لو سوليبيليتي، اكو قسم هاي سوليبيليتي لو بيرميابيليتي، واكو قسم لو سوليبيليتي لو بيرميابيليتي. فانت اذا تريد تحضر فورمولا ومن ضمنها ادراج، وهذا الادراج تريد تحسن البيرميابيليتي او تحسن السوليبيليتي، فتعمل له على سبيل المثال ديسوليوشن تيست، وتشيك تشوف الريليز وش قد تحرر، والدراج حاولت حسنت من ذوبانيته او البيرميابيليتي. فالسمي سوليد دوزج فورم حتى نشيك البيرميابيليتي ايضا نستخدم هاي الديفايس. لاحظ الكومبوننت البلوك والسبوت والتويزر والدوزج، هاي اللي احنا نريد نشيك على سبيل المثال البيرميابيليتي او الديسولوشن. ارجع مره اخرى شيكوها. هسه اخذ الممبرين، عندنا ممبرين اللي هو اشبه شلون السكين على سبيل المثال، خلاه بالميديا سوك لمده 30 مينتس،
بعدها سوفت اول خلاها، بعدها خلى الدوزج ويفر على البلوك، بعدها ضاف الممبرين، بعدها قلبه بهالاتجاه، اوكي هسه هنا، وخلى جزء منه عن الحافة حتى يقدر يتحكم بالدوزج ويفر. أخذ الدوزج خلاها على هذا الجزء طبعا على الممبرين، بعدها استخدم السباتولا خلى الجلاس ديسك خلاه وين بالجلاس رينج. بعدها خلاه على السير والكلام، طبعا موجود ميديا الدرج راح يصير له ديفيوجن خلال الممبرين، وبالتالي تسحب من الميديا وراح تشيك الكونتنت مالت الدرج، وعلى اساس راح تعرف والسوليبلتي والسوليبلتي مالت الدرج والريليس. على السريع نعيدها، هذه الكومبوننتس. إذن هو استخدم هذا وهذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء والكلاب، وترك السيل توب. الممبرين سوكينج، بعد أخذ الدوزج ويفر، ضاف الممبرين، قلبه، خلى الدوزج فوم وراها بالسباتولا، بعدها الجلاس ديسك سيرنج. بس هذا جزء. الجزء الثاني اذا نستخدم السيل توب، هالمره الممبرين خلى بالبوتوم اوف ذا اوبن سيل توب، السيل توب نرجع لها، هاي السيل توب اوكي، الممبرين باسفلها. اوكي بعدها رول اون ذا اوبن سيل توب، بس الممبرين موجود هنا. شو استخدم؟ اد ذا دوزج أعيدها، سوري، with an open cell top. How to prepare a vertical diffusion cell with an open cell top. Apply the membrane.
Okay. This session is no longer being recorded. أعزاء الطلاب، هذا بصورة عامة يخص المحاضرة مالت اليوم، وعززتها لكم بالرسوم. وهذا الرسوم يعني السلايدات تقريبا 172، يعني مو شوية، وهاي أخذت مني وقت في سبيل يعني قدر المستطاع أخليك تاخذ فكرة عن العملية، لأن أدري بالعملية أنه أنتوا بسبب الظروف حتى أنت من ان شاء الله لين انت هسه بالخامس، يعني من تتخرج حتى من واحد يسالك فرانس ديفيوجن سيل، انت مو بس تقول له اعرفها، تقول له كانه انت مشتغل على الديفيوجن فرانس ديفيوجن سيل من خلال هذا البروسيجر. يعني هسه من اخلي لك اخليك باللاب واجيب لك الفرانس ديفيوجن سيل هذا الديفايس والدوزج فورم، انت تعرف شلون البروسيجر. ماكو مشكلة. هسه سارة، هسه شريد من عندكم هسه طلاب، شريد منكم راح تبعث لكم رابط، هذا الرابط تستخدمون الرابط راح يوديك الاسسمنت شلون اللاست ليكتشر، هذا الاسسمنت هذا اللي حكيناه بالمحاضره ايش قد تفتهمت منه، مجرد تواصل معلومات. وهو موجود على شكل يعني true false و multiple choice. اوكي. هسه طلاب، هسه ما يهم الصوت، هسه الرابط تدخلون على الرابط وتحلون الاسسمنت خلال هاي الدقائق المتبقيه، لان عندي تايم وراها راح تغلق الردود. توكلوا على الله.
طلابي بعثت الرابط، وإذا هاي المشكلة عندكم بالنت، لأن أنا هسه شيكت الرابط من غير جهاز يشتغل، وعلى الرابط يعني إلا بيرميشن وماكو أي مشكلة. فاللي ما حاضر وهسه يريد الرابط، هاي مشكلته، أنا بعثت الرابط. ما يخالف زينب، يعني أنا أعطيكم تايم هسه. زينب دحلي وبعد موجودين، احنا هسه المحاضرة للثنتين ونص، عندنا تايم. اوكي يا ابا عباس، احنا اعطينا الرابط. هسه هذا الرابط موجود عباس، هو هسه مو امتحان، يعني هو اسسمنت. هذا الرابط يعني واحد خلي يستغل الوقت. البقية إذا تكملون يعني أبقوا عندي حديث وياكم فديك 5 دقائق مو أكثر يعني، بس أنا خليت مصطفى يغادر، خاف عنده يعني التزام أو شغل، واللي عنده التزام ماكو مشكلة، ما عندي، بس مجرد 5 دقائق أذكر لكم بعض الملاحظات. ايه يعني هو يا حبذا اذا كملتوا من وقت ماكو مشكلة، بس يلا لثنتين ونص ماكو مشكلة، يعني هو مو لثنتين ونص، ثنتين ونص الا 5، يعني ما اعتقد هو ياخذ تايم. بس دقائق بنين قبل ما تطلعون، يعني بس كم دقيقة بس تكملون، فديك 3 دقائق ملاحظة، بعض الملاحظة اذكرها حتى توصل لكم. ادري طلت عليكم بس 3 دقائق، يعني منتظر الطلاب هسه، هم لو مكملين انا ما عندي شيء. اذا عندكم امتحان بالثنتين ونص، هذا هو توكلوا، ما اريد اخذ من وقتكم. أنا ما أدري لبالي عندكم الامتحان بـ3، يعني آسف. فهسه بس أنتظر الطلاب بالنسبة للي كملوا، يعني حتى ما أثر على بقية الطلاب وتغادرون. المحاضرة يعني إن شاء الله هي الفيديو، هسه أكو قسم قالوا الصور ما واضحة، هاي هي بالفيديو واضحة، يعني بالرابط مالت المحاضرة. وهذا الجزء اللي طولنا به هو للعملي بس، وهذا مر عليكم مسبقا بالـ3، يعني ما بي اي اشكال، وكله ماخذي وكله شارحين نفس السلايدات، فهذا مجرد يعني اكمال للي اخذناه بالـ3. المحاضرة الملزمة يعني راح تحاول اضيف واغير بها بحيث بلغة بسيطة، واللي إذا ضايفة يعني بالإسلام راح تضيفها وتجيكم، بس كمبدئيا الرابط راح يجيكم وراها إن شاء الله المحاضرة، يعني إن شاء الله قدر الإمكان اليوم يعني أنزلكم إياها بإذن الله تعالى. تشيكون خلال هذا الأسبوع، أريد وقت للمحاضرة
اللي ما دخلت لها قبل اسبوعين، والمحاضرة اللي جاية بصراحة هي مور انترستينج وبيها معلومات جديدة يعني، ونريد ندرسها سوية أنا وياكم. اللي يحب يغادر خلي يغادر، يعني ما عندي شيء وياكم، يعني بس مجرد تذكير على المحاضرة، موعد المحاضرة ترتبوا لي. وأنا بصراحة يعني هل لي أقدر له؟ أنا سبق وأن قلت لكم المادة أنا وياكم، يعني لا أقدر أنا وحدي. ولا أنتوا وحدكم. فبالنسبة إيه طبعا تتفقون ويا الممثل، يعني أنتوا تشوفون الوقت اللي أنتوا متفرغين إليه وتتفقون ويا ليث، أو ليث يعني يبعث لي. فبالنسبة أرجع للمحاضرة، يعني هذا اللي أقدر لأني بالعملي، لأن أدري أنتوا بالعملي يعني ما عندكم المعلومات الكافية وبس عبارة عن نظري، فهل لي أقدر له؟ يعني هذا حد استطاعتي، يعني 173 أو 172 سلايد مو شيء بسيط وترتيب إنه هاي ياخذ تايم، وما أقدر أدخل بتفاصيل أكثر لأن صعبة تصير عليكم، وأنا أدري عندكم امتحانات عملية وأدري الوقت ضيق، فهل أقدر إلى ببساطة يعني وما أدخل بتفصيل ممل وياكم، في سبيل إنه حتى من تطلع تقدر تحكي ويا اللي يسألك يعني على هاي الأوليات. وطبعا يعني بالعكس أنا دشيل همكم بصراحة، يعني أدري أنه العملي وأدري الوقت وأدري التعليم الإلكتروني، بس هذا الظرف يعني شو تسوي له. هسه طلاب أكو أحد ما سلم، رحت أغلق الردود من بعد إذنكم.